لكن تحتاج ايضا الى دعم لوجستي بشكل مستمر من قبل الولايات المتحده او حتى من قبل الناتو. وكذلك ايضا موقف الناتو حتى هذه اللحظه لم يتبلور بعد في عمليه يعني في عمليه مواجهه او مجابهه الغزو الروسي. وبنفس الوقت في حال دخول اوكرانيا روسيا الى العنف الاوكراني او وصولا الى العاصمه كييف، اعتقد ستكون هناك تداعيات كبيره ليست فقط على اوكرانيا وانما تداعيات على الاتحاد الاوروبي بشكل كبير. وبالتحديد نحن نتحدث عن الدول المحاذيه لاوكرانيا، بولندا، سلوفاكيا، المجر، رومانيا، مولدوفيا، كل هذه الدول اعتقد سيكون هناك تداعيات كبيره في حال دخول القوات الروسيه الى كييف. بالمقابل اعتقد الدعم لابد ان يكون هنالك يعني دعم صريح وموجه تجاه الجبهات الاكثر اشتعالا واكثر اهميه استراتيجيه من اجل وقت الدخول الروسي. يعني عندما تحدث عن الشريط المحاذي للبحر الاسود، هذه المنطقه الهامه في حال سيطره القوات الروسيه على هذا الشريط، اعتقد ستكون هنالك تداعيات كبيره ليست فقط على اوكرانيا، ايضا على المحيط والاقليم وحتى على الدول يعني على الدول بشكل عام. لذلك اعتقد بانه لابد من ان يكون هنالك دعم على مسار الصواريخ المضاده للقطع البحريه والدعم اللوجستي المقدم من قبل الولايات المتحده ودول الاتحاد الاوروبي من اجل منع القطع البحريه من التواجد في الشريط المحاذي للمياه الاقليميه الاوكرانيه. وستكون هنالك نتائج يعني سريعه في حال تم الدعم هذا بهذا الاتجاه، وهذه المدفعيه سيكون لها دور ايضا كبير وبارز في تقدم يعني القوات الاوكرانيه تجاه تحرير المدن التي قد تم احتلالها من قبل القوات الروسية على مدار هذا العام.